السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا نلعب مرة ثانية أوت لاست 2. النهاية المأساوية من البداية. نفس الشيء. شو اسوي يعني بالضبط؟ اضربه بوكس سو شي حظ لسانه. يعني وش اسوي بالضبط؟ ما اعرف. في شيء يعني لازم اسويه. لا 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 لا
غبي غبي، ليش تنزل تحت؟ اها اطلع اطلع يا الغبي. ترى يوم العب كراش كلنا يشتكي من الكنترول او الناس اللي تلعب فيه، ما في مشاكل. لكن بعد هاللعبة النطة ما ينط، لان حاطينا واقعية شوي زيادة. المفروض يكون سريع الحركة، خاصة لما هالحوش يكون وراك. الحين بدأ يسرع، ففي شوي مش في التحكم في كراش وبعد في ذي اللعبة. ايوه حلني لو تحط بعد. اوه شت، وش السالفة؟ بيبسي مان هذا. تعب ثمانين قدم تحت الأرض. المشمش ارجع فوق. اوه شت،
هزة أرضية إرثكويك. بدينا حتى هني بعد كأنه رجعت نفس المقام. شلون كذي؟ انزين انا اللي مستغرب منه الحين، انت غبي وخديه لا تضرب ولا شيء، يعني اذا رحت هناك وش بتسوي لها؟ هاي مروحة عشان الهواء، ما في شيء لازم انزل يعني. عرفت الطريق انه من هناك، بس بعد حبيت اتأكد. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا ما يدفع.
ايش تبي انت؟ من وين جاي؟ You've done something. I want you to tell me. Thank you.
creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? بيحرقونه. الزلمة انقذنا. You make this right? No. الحمد لله أنا افتكيت منها. Thank you.
بنوقف هنا.